بنص هالمعمعة ورغم كل شيء عم بيصير، دائما الاعلام اللبناني بيبتكر وسيله لينسي المواطن اللبناني همومه، من صبايا حلوه عم تقرا اخبار زفت لبرامج سياسيه بتضحك. واليوم من بعد ما تقاعدت ال بي سي عن برامج الترفيه، مين في النا غير صبايا الام تي في لينسونا داعش؟ اوكي ام تي في طياب على الحلمان. فاذا اكتمل انتصاب لجنه الحكم وبلش شو فاتوا الشباب، فوتت الاساسنز كريد وهبرجت القاعه. معيار الجمال اكيد بالحفل كان السكس باكس، انه كل التركيز كان على السكس باكس، وين ما برمت وجهك في سكس باكس، كانه فيلم 300 يعني. بس بخصوص الاشياء الثانيه مثل الثقافه مثلا، لماذا نسعى الى المعرفه؟ بالنهايه كلنا لازم نكون مثقفين، والجهل هو لدرجه انه بالنهايه الثقافه هي اكثر شيء مهم بالمجتمع، لازم الكل يكون مثقف. و اها بالفعل كان مزبوط من بيقولوا حياة الجغل صعبة يعني. شفت مان، بس لو كنت احلى شوي ضربة. طيب واللي بيربح شو بيطلع له؟ جوائز قيمة ومتعددة بتفوق قيمتها 70,000 دولار، رح تكون من نصيب حامل لقب ملك جمال لبنان للعام 2014. شفت لي؟ قلت لك شفوت دهون، اوكي؟ يا حمار. انا جمال جواني، انا جمال جواني مان. بس تعرف ما حيكون عندك مستوى الذكاء اللي عندهم اياه المشتركين، بعتقد. بعتقد لأنه كان عم يسألوا أسئلة كتير وحشة، خلينا نشوف شي سؤال منهم. تعيش يوم واحد بلا قوانين، كيف تعيش هالنهار؟ بلا قوانين الحياة كتير صعبة أكيد، ما فينا نعيش بلا قوانين، فبحاول أنه أنا أعمل قوانين ونظم وساعد اللي بيكون يعني عم بيساعد أنه يعمل هالقوانين. أكيد الحياة بلا قوانين كتير صعبة، يعني مثل العايش بغابة. صح. إذا أنت بالغابة، أنا 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 أرنب بالغابة. أنت جنينة حيوانات صرت معي. شو؟ سوري فت بالجو. كيف بتعبر عن دعمك ومحبتك للجيش اللبناني بما أنه هو عم بيموت وعم بيستشهد كرمالنا وكرمال لبنان؟ بعبر عن دعمي للجيش اللبناني من خلال أنه كل مواطن منا يوقف حده وندعمه بكل ما اوتتنا من فرص، ونعطيه كل المعنويات لجيشنا لحتى نتوحد كلنا سوا وراه لحتى نعيش وراه وندعمه. واو، شو هالسؤال يعني، جاوب الجواب من السؤال. كيف بتدعم الجيش؟ بدعم الجيش، بدعم بوقف حده وقتها وبدعمه. ليك انت كيف رح تدعم العنف ضد المرأة؟ ماشي، حروح ادعمها يعني. ايه خلص حوقف حده. هي بتجي هيك بوقف حدا بتدعم. سينو بتصير تدعم. انا داعم. تدعم. برافو كثير، بدي هني مستر لبنان. انا بعتقد لازم رئاسة الجمهورية عن جد. اقل من هيك حرام. من هيك ما